نذهب اليوم إلى ولاية بنزرت وتحديدا إلى معتمدية جومين. قولوا دخلت في مرحلة الشيخوخة، إلا أنها تنموين ما زالت في فترة الطفولة. أقل من نجم يقولوا فيهم أنهم ما عندهم حد شيء. ثم احتياجات رئيسية، مش معقول باش يطلع ورقة يمشي 80 كيلومتر. من المفارقات الغريبة أنه ما جومين أي ما يتمتعوش به أهل جومين. التركيبة البشرية لمعتمدية جومين، هل مسؤول عليها معناها أهل جومين أم مسؤول عليها السلطة والنظام؟ مسؤولين قال لها نعطيك 20 دينار، قالت له 20 دينار ما تكفينيش، طرد كلوها تحت الركب، تحت الركب ياكلوها. وحتى بعد الثورة اصطفت الناس أمام المعتمديات وأمام الواحد وتأخذ العشرين دينار. العشرين دينار هي مسكن. نعيش نعودوا قرها سفل ديما نساعد نتغدوا. ما ثم حتى تعليق وما ثم حتى جملة نجم تواسي الوليد الصغير هذا. خاف كلبة تجينا والذيب ويجي طلو الحنش بن ساكنيل. ناس تعيش مع الحنوشة. المفروض أن تأخذ إجراءات عاجلة وسريعة لتوفير الحد الأدنى اللائق للعيش الكريم لهذه العائلات. تفقير وتجويع وتجهيل معمدا. نحب نولي كيفهم، مش خاص كان نولي كيفهم. نولي بابي يرتاح، نولي يسري عليني.